المبادرة التي أقدمنا عليها اليوم مبادرة قوية، سياسياً قوية، تاريخياً نعتقد أنها تأتي لإحداث رجة ولبرورة آمال وانتظارات كثيرة موجودة على صعيد المجتمع. اعتبرنا في تحضير لهذا اللقاء منذ أسابيع، سواء مباشرة مع الأخ دريس الشقر أو في إطار اللجنة المشتركة اللي حدثناها، اعتبرنا أن علينا أن نحدث الجديد، علينا أننا أمام تطورات قضية وحدتنا الترابية أن نعمل فعلا كأحزاب وطنية تاريخية صمدات واستطاعت تبقى موجودة ووقفة رغم كل الممارسات السلبية اللي عرفتها، أننا نساهم في توطيد الجبهة الداخلية الوطنية ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. اعتبرنا أن ما يحدث من اعوجاجات ومن فراغ على مستوى الفضاء السياسي والديمقراطي كيملي علينا، لأن غيرنا ما غيقدوش يديروا هذا الشيء، كيملي علينا كأحزاب أننا نعطيه معنى جديد للسياسة والممارسة السياسية ونخلق أمال بأشكال جديدة متجددة. اعتبرنا أن الأوضاع الاقتصادية وبالبلورة ديال النموذج التنموي الجديد نلاحظ بأن هذه الحكومة بعيدة على ذلك كثيرا ولا تستطيع أن فعلا تعطي واحد الإقلاع جديد لبلادنا، ولذلك نقول هذا الشيء كذلك كيملي علينا أننا نكون موجودين وأقوياء. والوضع الاجتماعي رغم المبادرات رغم ما يتم من بلورة الأوراش الملكية، التغطية الصحية، الدعم المباشر، السكن إلى غير ذلك، رغم هذا الأمر الشعار الدولة الاجتماعية ماشي الشعار ديال هذه الحكومة، شعار الدولة الاجتماعية مرتبط بأحزاب اليسار في بلادنا، وحنا اللي عندنا قدرات من أجل أننا ما أن ما نكونوش فاقدين للبوصلة على مستوى البلورة الفعلية وما نخلقوش أمل بحال اللي وقع اليوم. كنلاحظوا عدم تسجيل مئات الآلاف ديال الناس في مختلف هذه المبادرات، ولذلك جئنا لنقول احنا بغينا نشكلوا واحد الساس ديال رد فعل جديد، ديال نفس جديد في المجتمع، مع الانفتاح على كل الفعاليات السياسية الموجودة في المعارضة اليوم من داخل البرلمان وخارج البرلمان، ولكن مع الانفتاح كذلك على فعاليات المجتمعية المختلفة، وتدريجيا سنبني ونتمنى أننا نشكل واحد القوة صاعدة متعددة المشارم اللي تشكل بديل بالنسبة للمستقبل. الوضع اللي دارت فيه المعارضة يعني وضع غادي يدير وراه اللي خطير فيه البلاد كلها معنية، ماشي غير حنا، دار اختلال أساسي في التوازن المؤسسات. شنو هو المغرب؟ المغرب وصل باش تكون عنده السلطات، سلطة تشريعية تنفيذية قضائية، أن تكون مستقلة بعضها عن بعض وأن نحرص على توازنها. واش هاد الشيء كاين؟ ما كاينش الحرص على التوازن، لذلك حنا تندقوا ناقوس الخطر، راه الا تغولت شي سلطه هادشي غادي يكون فيه كارثه على البلاد. اشترك معنا في القناه كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.